خلونا نروح لخبر بيهم كل المواطنين من أجل توعيتهم وتحذيرهم في نفس الوقت من الطقس السيء. أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم عن غلق محور 30 يونيو، وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق المحور للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس أمام حركة المرور بسبب انعدام مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله.